السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نشرح لكم عليه انجازات بنحصله من خلالها على 430 من نقاط الانجاز، وايضا عندي كلام مهم بخصوص انجاز المصير المميز في نهاية المقطع. بس قبل ما نبدأ مقطعنا لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم اي ملاحظة او سؤال او تعليق حلو مثلكم اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، أول ما نتوجه لقائمة الإنجازات بنلقوا أنه في إنجاز جديد نازل على القائمة، وهذا الإنجاز تم إضافته بعد نزول تحديث داخلي انزل على اللعبة من حوالي يومين، والإنجاز يأتي تحت مسمى أسطورة لا تقهر. ومثل ما ظهر أمامكم الآن، أول ما ندخلوا للإنجاز بيتبين معنا أنه بمجرد تنفيذ مهامه بنتحصلوا على 215 نقطة من نقاط الإنجاز. ومثل ما ظهر أمامكم الآن، لحتى ننفذوا هذا الإنجاز بيتطلب منا أنه احنا نفوز بثلاث مباريات ضمن الوضع الكلاسيكي المصنف ضمن الطبقة الذهبية أو أعلى، يعني لازم تفوزوا بعدد 3 مباريات على التوالي لمجموع 150 مرة، يعني بكل مرة بتفوز فيها بثلاثة مباريات بتنحسب لك محاولة من ضمن 150 محاولة، والإنجاز هذا بصراحة يعتبر صعب قليلا، ولكن في طريقة تسهل عليك هذا الإنجاز، بالأخص لو كنت لاعب محترف أو متوسط، سواء كنت سولو أو سكواد أو دو، فأني أنصحك أنك أنت تلعب ضمن خارطة نوسا، وأنك أنت تحاول تثبت تقييمك على الذهبي، يعني في كل مرة تربح فيها 3 مباريات، حاول انك انت تنزل تقييمك للتقييم الذهبي او اعلى، يعني لازم تقييمك دائما يكون منخفض لحتى تكون المباريات سهلة ويكون اغلب خصومك من البوتات او اللاعبين الضعفاء. ونصيحة مني، حاول انك انت تركز على السولو او على الدو بحيث تكون مواجهاتك اسهل واسلس، لان السكوادات بالعادة وبالاخص لو كنت سولو سكواد تكون مواجهاتها جدا صعبة. واخر نصيحة انك انت تحاول تتجنب المواجهات وتلعب دائما بحذر بحيث انك انت تكون دائما من اواخر الناس في الخريطة وتستغل كل الفرص حتى تقضي على اعدائك بدون اي مواجهة مباشرة، وحاول انك انت تكون عندك اقوى الاسلحة بحيث لو انك اضطريت تدخل في مواجهة مباشرة تكون الغلبة دائما ليك، لانه هذا الانجاز بصراحة يعتبر جدا متعب وبيحتاج منك بعض الوقت لحتى تنفذه بالشكل الكامل. وايضا ومثل ما ظهر امامكم الان من الانجازات الجديدة اللي نزلت على اللعبة ضمن تحديث 2.2 هو انجاز الضربة الثلاثية. ومثل ما ظهر امامكم الان، اول ما ندخلوا للانجاز في حال نفذنا كل مهامه بالشكل الكامل بنتحصلوا من خلاله على 215 نقطة. ومثل ما ظهر امامكم الان، لحتى نفذوا هذا الانجاز بالشكل الكامل كل ما هو مطلوب منا انه نقضوا على 3 من الاعداء على التوالي خلال دقيقة واحدة اثناء تواجدنا في الجيم بلاي، يعني كل ما هو مطلوب منك انك انت تقضي على 3 من الاعداء في خلال دقيقة لحتى تنحسب لك محاولة من محاولات الانجاز، وعدد المحاولات المطلوب منا هو 300 محاولة لحتى نفذوا الانجاز بالشكل الكامل، يعني كل ما هو مطلوب منك انك انت تقضي على 3 من الاعداء في خلال دقيقة واحدة لعدد 300 مرة ضمن المباريات المصنفة في الوضع الكلاسيكي لحتى تنفذوا هذا الانجاز بالشكل الكامل وتتحصل على 215 نقطة انجاز. واخيرا نحب ننوه انه في احتمال انه ينزل انجاز جديد خاص بالمصير المميز وبيكون بالرتبة الذهبية اللي هي اعلى من الميثك، وفي احتمال انه ايضا يجي هذا الانجاز مع بدلة ذهبية بالشكل المجاني في حال تنفيذه، والانجاز هذا بينزل في التحديث القادم لببجي موبايل واللي باذن الله حيكون لنا تغطية كاملة ليه على القناة في حال نزوله. فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. ارجو من الله ان يكون المقطع قد نال اعجابكم. في حال عجبكم مقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.